فيعبر وفد بلادي عن انشغاله العميق إزاء المعايير المزدوجة في التوجهات داخل المجلس تجاه حقوق الإنسان في التعامل مع بعض الدول مقارنة بعدم اتخاذه إجراءات ذات مصداقية لوقف الإبادة الجماعية الجارية ضد الفلسطينيين، حيث يثير التفاوت في الاستجابة داخل المجلس مخاوف مشروعة بشأن صدق وانتساق مواقف بعض هذه الدول في الدفاع عن حقوق الإنسان في ظل الانتهاكات الواسعة النطاق التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين والمثبتة بتقارير ونداءات أممية.